الطفل من ينشأ عندما يبدأ يفتح عينه على الراديو، على التلفزيون، على هذه القنوات، من يطرح في هذه؟ تطرح هنالك قدوات مضادة. هذه القدوات المضادة لا تمثل القيم الإسلامية، وإنما تمثل قيما مضادة تؤثر. يعني هذا الطفل عندما يشوف في الأفلام الخيالية يرى بنت غير محجبة، هو هذا مؤثر في قلبه، مؤثر في روحه. يعني هذا من الآن دا يألف هذا المنظر. هذا النوع الأول، القدوات المضادة التي تمثل القيم المضاد، ولذلك تشوفون أثرت. يعني عندما نقعد في الدواوين ونحكي نتكلم، مصطلحاتنا أجنبية، فكرنا أجنبي، نحلل القضايا وفق المفاهيم اللي مطينا، وفق المفردات. هذه المفردة، هذا الحكم ينسجم ويا هذا المفهوم أو ما ينسجم مع هذا المفهوم؟ هذا غلط. لازم نشوف أن هذه المفردة اللي جاءتنا من وراء البحار تنسجم مع هذا الحكم أو ما تنسجم. هذا عجيب حقيقة. عندما يطرح في ديوانية حكم شرعي يبحث أن هذا الحكم كيف ينسجم مع هذا المفهوم، بينما يجب أن نبحث بالعكس أن هذا المفهوم كيف ينسجم مع الحكم الشرعي.